السلام عليكم، يعطيكم العافية. معكم حسام العبسي. اليوم راح نشرح عن شيت 4 ماتيريال. طبعا المادة الآن فاتت في نطاق الحفظ نوعا ما، فإحنا راح نتطرق في هذا الشيت للأمور اللي بدها فهم، الأمور اللي بنقدر نفصل فيها بعض المفاهيم اللي ممكن تخربطكم، لكن باقي ما بقى بصف حفظ ولازم إنه تحفظوهم. نبلش. احنا في الشيط الماضي كان الحكي عن الامبريشن ماتيريالز، هسه احنا بدنا نتكلم عن باقي الامبريشن ماتيريال حسب الجدول اللي حاطه الدكتور. فعندنا حسب الجدول اللي حاطينه، عندنا ان الاستيك امبريشن ماتيريال وعندنا الاستيك امبريشن ماتيريال. في المحاضره الماضيه تكلمنا عن ان الاستيك اند هيدروكلود ريفرسبل اند ايرريفرسبل. الريفرسبل هي اجار اجار والايرريفرسبل هي الجينيت. هسه راح نتكلم عن السينثيتيك الاستوميريك الاستومر ماتيريالز. بس قبل ما نبدا ريكاب سريع على اللي تكلمنا عنه في المحاضره الماضيه. هسه عندنا نوعين من التري. شو هي التري؟ التري هي الشيء اللي انا باخذ فيه الطبعه، هي الشيء اللي انا لازم احطه انسايد بيشنتس ماوث واخذ فيه طبعه الاسنان او طبعه السوفت تيشو. فالآن عندنا نوعين من التري، هاي اللي هي واحدة ستوك تري واحدة السبيشال تري. هسه هاي الصورة تمثل الستوك تري. الستوك تري برضو لها نوعين، لأنه إحنا عندنا نوعين من المرضى. مرضى السي دي اللي هم الكومبليت اتنشاليزم، يعني ما في عندهم ولا سن، أو البارتشال اتنشاليزم اللي عندهم بعض الأسنان. فهاي الصورة هاي التريز، هذول التريز هم التريز الخاصين بالسي دي بيشنت كومبليت ايدنشاليزم. بينما هذول التريز اللي فيهم نوعا ما بوكسينج او سبيس، زي ما احنا شايفين البوردرز طالعين عن هون، زي ما احنا شايفين عاملين زي البوكس شيب، تمام. هذول الخاصين بال البارتشال ايدنشاليزم. ليش؟ لانه احنا عشانهم بوكس شيب، عاملين زي البوكس شيب، في بوردرز واضحين، هذول بنستخدمهم للناس اللي عندهم اسنان، شويه اسنان. بينما هذول التريز زي ما احنا شايفين هنا مبين انهم نوعا ما مسطحين اكثر، فبنستخدمهم للناس اللي ما عندهمش ولا سن، لانه هيك شكل السوفت تيشو بيكون. عشان تفرقوا بينهم من هنا ل يعني لقدام، شو الفرق ما بين الثنتين؟ الثنتين بنسميهم ستوك تري. طبعا هاي التري تاعت السوفت تاعت السي دي بيشنت كومبليت ايدنشاليزم، نوعا ما بنقدر نعمل ادجستمنت عليها شوي من هون بالبلاير، يعني باداه معين زي بتيجي زي الزرادي نحكي، نقدر نعدل على شكلها عشان تتناسب مع السوفت تيشو اللي عندي، تمام. حتى تاعت الار بي دي، لكن اكثر شيء احنا بنعدل على تاعت السي دي. فيعني هذا اهم الشغلات اللي فيها. هسه السبيشال تري، السبيشال تري هي الشيء التري اللي احنا بنصممها. الستوك تري بتكون جاهزه من الشركات زي الاشكال اللي احنا شفناها هون، على 3 احجام، كبير وسط صغير. بينما السبيشال تري احنا اللي بنصممها بناء على حاله المريض اللي عندنا. فاحنا اول شيء بناخذ الامبريشن بالستوك تري، بنطلع البرايمري امبريشن، بنصبها، وبعدين بنوديها على اللاب، بيرجع لنا اللاب السبيشال تري، يعني بيعمل التري بناء على البرايمري امبريشن تاعي. طبعا هذا كله في المحاضره الماضيه، انا ما راح افوت فيه بالتفاصيل لانه المفروض انه نحكى. فالمهم سبيشال تري هون بتكون مصمم بناء على شكل يعني اللي بيناسب البيشنت. فهون مثلا هذا الكاست اللي هي اللي طلع معنا من وراء البرايمري امبريشن، صممنا عليه السبيشال تري، صممناها احنا تصميم بناء على شكل السوفت تيشو اللي هون والريدج. فالمهم فهاي السبيشال تري، اذا هاي السبيشال تري للايدنشالس بيشنت، شايفين كيف؟ لانها عامله شكل السوفت تيشو تاعت الايدنشالس بيشنت. هسه هاي السبيشال تري خاصه بالناس اللي راح نعمل لهم امبلانتس. ليش؟ لانه الامبلانت بتعرفوا انها بتتكون من جزئين، الجزء الكراون اللي بنحط السن، والجزء اللي بيكون جوا العظم، جوا الالفيولار بون اللي هو البرغي. فلذلك احنا شو عندنا؟ بناخذ سبيشال تري خاصه بالموضوع البرغي اللي راح نحطه انسايد ذا الفيولار بون، وهذه هي زي ما احنا شايفين هذول هم البراغي اللي راح نحط عليهم الاسنان. فهي خاصه بالامبلانتس، وهي سبيس سبيشال تري. هاي لما نستخدم الالجينيت بيكون بدي انا سبيس سبيشال تري عشان يفوت الالجينيت جواها، جوا البورز هذول، ولما نطلعه من انسايد بيشنتس ماوث يطلع معانا كله، عشان يعني نوعا ما بيصير في عندي ميكانيكال ريتنشن، انه لما اطلعه
اضمن انه يطلع عشان انه ايش دخل بالبورز هذول وطلع، فصار في لوكينج، فصار في لوكينج مع التري، فلما اطلع من جوا ثم البيشنت بطلع معي كله. هسا في عندي النوع الاخر اللي هو السكشنال سبيشال تري. هسا السكشنال سبيشال تري بنستخدمها للناس اللي عندهم ليميتد ماوث اوبننج، كاتبين لكم بالشيت انه هم اللي عندهم يعني هي نوعا ما كلمه ادفانسد عليكم اللي هي كاتبينها. ثواني خلينا الناس اللي عندهم مايكروسوميا او يعني هاي شيء راح تاخذوه بالاورال باث بس ثالثة. بس الفكره انه الناس اللي عندهم ليميتد ماوث اوبننج او اسنانهم او فتحه فمهم او حجم الفم كثير صغير عندهم مايكروسوميا بنسميها، الناس هذول بنعمل لهم سبيشال تري خاصه فيهم على شكل سكشنال سبيشال تري. كيف سكشنال؟ يعني السبيشال تري بصممها زي الطبيعي هنا، بس بعدين بكسرها وبعمل زي سكروز بتوين ذا تو بيسز، عشان لما اخذ السبيشال تري، عشان لما اخذ الامبريشن بحط كل بيس لحالها. يعني بحط البيس الاولى انسايد اورال كافيتي باخذ فيها امبريشن، وبعدين باخذ البيس الثاني باخذ فيها الامبريشن، وبعدين بدخلهم مع بعض بشبكهم مع بعض عشان احنا ما حنقدر نحطها كامل انسايد البيشنت، فبحطها جزء جزء. يعني هاي شغلات مش مهم تفوتوا في تفاصيلها بس تعرفوا انه ليش هي هيك صارت. تمام. هسا في عندي كمان مصطلح اللي هو الاندركات. اللي هو الاندركات؟ اندركات هو مصطلح ريليتيف، يعني في شغلات ممكن تكون اندركات بالنسبه لإلي مش واندركات مش بالنسبه لإلي، يعني كلها حسب من وين احنا عم نطلع على الاندركات. يعني مثلا هسا هاي هون في عندي هذا البريمولر، عندي بلبس بارت اللي هو هذا البلبس بارت هايت اوف كونتور نسميها. هسا ما تحت الهايت اوف كونتور هاي اذا انا عم بطلع على السن من فوق، تمام، اللي تحت الهايت اوف كونتور هاد انا مش شايفه صح لانه مغطى مسكر بالهايت اوف كونتور، فهذا بسميه اندركات. الشيء اللي انا مش شايفه اذا عم بطلع على السن من فوق هذا بسميه اندركات. تمام. الان نطلع هنا هذه الجزء، هذه الجزئيه اذا انا عم بطلع على الريدج بطلع عليها من هون، انا واقف هون بطلع عليها من هون، هسا الجزء هذا كله اندركات صح؟ ليش؟ لانه انا مش شايفه، هاي مغطي علي فهذا اندركات. تمام. الان اذا بدي اطلع عليه، الان اذا بدي اطلع عليها من وين؟ من هون، اطلع عليها من هون. تمام. هيك بطلت هي اندركات لاني شايفها. تمام. فيعني زي ما الاندركات هو مصطلح ريليتيف، احنا من وين عم بنشوف، من وين عم نطلع على الإشي بناء عليها بيكون عندي اندركات. ليش بدي اياكم تعرفوا انه مصطلح ريليتيف من هسه؟ لانه راح تنعجب كثير بسنه ثالثه لما نفوت في تصميم الار بي دي ومن وين نحدد الاندركات وكذا. فهي يعني هو مصطلح ريليتيف وليس ثابت. فانا دائما يعني انا هنا مثلا اذا بدي اعتبر بدي ادخل هذا الطقم بدي ادخله من هون، اذا بدي ادخله من هون اذا هاي اندر كت بالنسبه للطقم، لكن اذا بدي ادخله زي ما هو داخل على الشعر الرسمي من هون هذه بطلت اندر كت. تمام. فمرات انا اي وونت تو اليمينيت ذس اندر كت عشان صعب المريض يدخله ويفوت في جوا هاي الاندر كت وبعدين يلبسه، مرات اسهل على المريض انه يلبسه زي هيك انه يفوت دغري فوتوا جوا هاي الاندر كت من دون ما يعني تكون مضايقيته. فلذلك مرات بنلجا لانه نصمم الباث انسيرشن اللي هو كيف يدخل المريض الطقم جوا الرج بناء على انه بدناش انه يكون في عندي اندر كتس، لانه الاندر كتس هاي بتجمع اكل وبتجمع مشاكل بتعمل لي مشاكل. فاحنا مرات بنلجا لانه الطقم يفوت جوا هاي الاندر كت وخلص يلغيها. تمام. ما تبطل موجوده. هون نفس الشيء، هون عندي اندر كت لكن هاي ماكسيلري تيوبروسيتي، هاي ماكسيلري تيوبروسيتي عندي هون اندر كت. تمام. اذا عم بطلع على الدنشر من هون فهاي صفت عندي اندر كت، لكن اذا دخلنا الدنشر بهذا الباث اوف انسيرشن هذه ايش بطلت اندر كت، لان انا عم بطلع عليها من وين؟ من هون. فهي انتم يعني يعتبروها انكم عم تطلعوا على الدنشر من هون بعدين بتطلعوا له من هون بتشوفوا كيف انه صفت عندي في مناطق اندر كت وفي مناطق لا. هسه هون زي ما احنا شايفين هذا الحاله الكراون والروت. الان الطبيعي انه ما يكون الشكل اللث زي هيك، لازم يكون اللث مغطيه على الروت على السمنتو انامل جنكشن. فهنا اللث نازله فصاير في عندي ريسيشن انحصار للثه،
هسه الريسيشن هاد خلف لي اندر كاتس اللي هي اللي هم هذول البلاك تريانجلز نسميهم. هذا التريانجل بلاك تريانجل هذا انا يعني مش محبذ انه يكون موجود، تمام؟ وجوده راح يصعب لي عمليه اني اخذ الامبريشن، لانه الامبريشن ماتيريال راح تاخذ الامبريشن للاسنان، وراح تضطر انها تفوت جوا البلاك تريانجل هذول، وبعدين لما تنشف نرجع نطلعها من البلاك تريانجل، فنوعا ما راح تتعرض لقوى شد وقوى ضغط زياده عن طاقتها. فلذلك احنا كل حاله، اذا في عندي حاله زي هيك فيها سيفير اندر كات، فانا بدي ماده يكون عندها تير ريزيستنس عالي. ليش تير ريزيستنس عالي؟ لانه تير ريزيستنس يعني انها مقاومه المزع، مقاومه المزع. فلذلك الماده هذه لما تطلع من جوا الاندر كات راح تتعرض لقوة كبيره ممكن تخليها تنمزع. فلذلك انا بدي اياها ماده عندها هاي تير ريزيستنس اذا كان في عندي سيفير ايش سيفير اندر كات. يعني هاي ريكاب سريع لكل اللي حكينا عنه في المحاضره الماضيه. هسه سيرفاكتنت، هسه في بعض المواد بتكون هيدروفوبيك ماتيريال، تمام؟ في بعض المواد بتكون هيدروفوبيك ماتيريال، والماده اللي احنا راح نصب فيها الامبريشن، الماده اللي راح نصب فيها الامبريشن بالعاده بتكون الجبسم، بتكون هيدروفيليك، لانه يعني انت احنا بنخلط بودره مع مي، فهي فيها هيدرو وفيها مي الجبسم. فلذلك لما تصبوا الجبسم في ماء في امبريشن ماتيريال هيدروفوبيك، هذا الشيء راح يعمل لي شيء اسمه سيرفس تنشن، يعني بتصير الماده تبعد عن الجبسم، بصير في عندي اير بابلز، بصير في عندي يعني دايمنشنال انستابيليتي. الدايمنشنز اللي احنا تعبنا عليهم كلهم خربوا لانه الجبسم عم بيبعد عن الايش، عن الامبريشن ماتيريال. فلذلك احنا بنستخدم شيء اسمه سيرفاكتنت. سيرفاكتنت يعني زي ما نحكي انه ماده يعني بتوصل ما بين الهيدروفوبيك والهيدروفيليك، هي يعني تعمل زي وسيط ما بينهم، على اساس انه يعني فيها جزء منها هيدروفوبيك وجزء منها هيدروفيلك، على اساس ما يكون في جاب ما بين الامبريشن ماتيريال وما بين الجبسم برودكت. فلذلك هي بتقلل السيرفس تنشن، وبالمحصله شو بتعمل؟ يعني بتزيد عندي الاكيورسي اوف ذس كاست، فبيبطل في عندي اير بابلز، بتصير الامبريشن والجبسم ملزقين ببعض عادي، يعني ما يكون فيهم بينهم اي مشاكل واير بابلز وكذا. تمام، هون هاي مثال على كيف. وبعدين طبعا بعد ما ناخذ الامبريشن لازم انه نعمل له ديس انفكشن، نرش عليه ديس انفكتنت، وبعدين نحطه في مي لمده 10 دقائق، وبعدين نوديه لللاب عشان يصبه. ولازم الالجينيت لازم ينصبوا بسرعه، ما نستنى عليهم كثير. فهون لما نحطهم جوا الكيس بنحطهم مع قطنه، بنحط في القطنه مي عشان ايش؟ يعني نحافظ على الدايمنشنز تاعوت الالجينيت. تمام، هسه سينثيتك الاستومرز، هذا يعني كل في المحاضره الماضيه كان الحكي عن الالاستيك والهيدروكولويد ريفرسبل والريفرسبل. هسه بعدين هم طلعوا ب انذر امبريشن ماتيريالز اللي هم السينثيتك الاستومرز. سينثيتك يعني هم مصنعين، يعني هم يعني مصنعين جديد، ويعني تعبوا على الخصائص بتاعتهم عشان تطلع معنا بهذا الشكل. فهي في عنا دائما السينثيتك الاستومرز فيهم بيس وكاتاليست، الثنتين مصنعين، بينما الهيدروكولويدز كنا نخلطهم بمي، هيدروكولويدز كنا نخلطه بمي مع الباودر تاعتهم. لكن هنا السينثيتك الاستومرز لا، في عندي تو تيوبس بالعاده بتكون للماتيريالز، تو تيوبس، واحد بيس وواحد كاتاليست، تمام؟ فهم كل الكومبوننتس تاعتهم مصنعه تصنيع على عكس الباقي. فالان السينثيتك الاستومرز ليش صنعوهم؟ عشان تو كاونتر اكت الديس ادفانتجز تاعت الهيدروكولويدز. شو كانت المين ديس ادفانتجز؟ انه الهيدروكولويدز فيهم دايمنشنال انستابيليتي، لما نستنى عليهم شوي او لما يصير في يعني مثلا الالجينيت اذا ما صبناه بسرعه راح تتغير الدايمنشنز تاعته. بالاضافه لانه كانت التي ريزيستنس تاعت الهيدروكولويدز كثير قليله، فاحنا عشان تو كاونتر اكت ذيس تو ديس ادفانتجز صمموا لنا سينثيتك الاستومرز. فهي موستلي يعني بتفيدنا في زي ما حكيت الخاصيتين هذول، دايمنشنال انستابيليتي اند ان اديكويت تي ريزيستنس. يعني احنا بدنا نحاول نحسن في الخاصيتين هذول. موستلي هم بتكونوا بيس وكاتاليست. طبعا بعد ما نخلطهم هم ريفرسبل ماتيريال على عكس
الاجار اجار، اجار اجار كنا بنسخنه فبيسيح، لما يجمد لما يتعرض لدرجة حرارة قليلة أو برودة نحكي إنه بيجمد. فهنا العكس، لا إحنا عندنا بيزو كاتاليست، عندنا كيميكال رياكشن، الكيميكال رياكشن الريفرسبل أكيد، فما بقدر إني أرجع الماتيريال. بيعتمد في أكثر من فيسكوستي له، الفيسكوستي تعتمد بشكل أساسي على الفيلر كونتنت، يعني كل ما كان في عندي فيلر، والفيلر هي نحكي إنه يعني البلك أوف ذا ماتيريال، بلك اوف ذا ماتيريال يعني. فلذلك دائما الفيلر كونتنت في اي ماتيريال سواء كانت هون سينثيتك الاستومرز او غيرها، هي الفيلر هي ذا بيجست كونتنت نحكي. فكل ما كانت عندي فيلر اكثر، كل ما كان الفيسكوسيتي اعلى. اذا كان معناته الاكسترا لو معناته فيه لس فيلر كونتنت ذان لو، والميديوم از لور ذان هيفي، وهكذا. يعني ما فيها اشياء جديده. هسه البوليسلفايد، هسه نبدا فيهم. عندك عندنا البولي سلفايد والايثر، سي سيليكون، اي سيليكون. احسن انواع هي السي سيليكون والاي سيليكون، واحسن شيء في السيليكونز هو الاي سيليكون، تمام؟ يعني هذا ان جنرال، لكن كل واحده فيها ادفانتج وديس ادفانتج. هسه البولي سلفايد، الشيء اللي المفروض انه اول ما نسمع بولي سلفايد نعرف عنه انه عنده ريحه كريهه، لانه في ماده السلفر من اسمه سلفايد، فيه سلفر. السلفر هي زيها زي ريحة البيض الفاسد، فلذلك بطلوا يستخدموها. البولي إيثر مشكلتها إنه تتعرض لدايمنشنال إنستابيليتي عالية، لأنه الإيثر فيها مكون كحولي، تمام؟ ودائما بعد ما نخلطهم، نخلط البيس والكاتاليست تاعت البولي إيثر، بيصير فيها شرينكج عالي. ليش؟ لأنه المادة الكحولية اللي في البولي إيثر تتبخر كلها. فلذلك مشكلتها الأساسية البولي إيثر دايمنشنال إنستابيليتي، أو نحكي الشرينكج، لأنه المادة الكحولية الإيثر كحولي، المادة الكحولية اللي فيها بتتبخر. تمام. هسا بدكم تحفظوا الأدفانتج والديز أدفانتج لكل واحدة. لكن البولي سلفايد، هسا البولي سلفايد رابر بيس إمبرشن ماتيريال اسمها الآخر، سبلايد أز بيس أند كاتاليست، زيها زي الباقي، يعني ما في شيء جديد. هسا شكلها زي هيك، بيكون البيس والكاتاليست بيكونوا تو تيوبس، بنحط تيوب بيس وتيوب كاتاليست على الجلاس سلاب تاعتنا، وبعدين بنخلطهم بيكونوا ايكوال لينث، عشان الريشيو تاعتهم واحد لواحد. مشكلتها الوحيده انه دايمنشنال انستابيليتي، لانه الرياكشن هو كوندنسيشن رياكشن، والكوندنسيشن رياكشن بشكل عام بتطلعوا لي ووتر از ا باي برودكت، فلذلك الووتر بتاخذ من المساحه، يعني كانت موجوده انسايد ذا رياكشن واخذنا فيها الامبريشن، لكن لما صارت از ا باي برودكت هي طلعت من الفوليوم، اذا عملت لي ايش؟ شرينكج لانها طلعت من الفوليوم تاع البولي ايثر، البولي سلفايد قصدي. هسه البولي سلفايد فيه ليد دايوكسيد، والليد هو الرصاص، فتذكروا انه عشان رصاص فبيعطيني اللون البراونش او البراون بلاكش كلر اوف ذا بولي سلفايد، بالاضافه لوجود السلفر زي ما حكيت لكم، فهذا بيعطيني باد اودر اوف ذا بولي سلفايد. الادفانتج والديس ادفانتج بدكم تقراوهم لحالكم، يعني ما في اي شيء بقدر اخذ فيه. هسه نروح للي بعده اللي هو البولي ايثر. البولي ايثر يعني حكيت لكم انه كله بده قراءة لحال، ما في اي شيء ممكن ينشرح، لكن ايش بدنا نعرف انه مشكلته انه اول شيء absorbs water for dimensional instable، and بالاضافة لانه في مادة الكحولية اللي بتتبخر، فلذلك ايش يعني بتعمل لي هاي مشاكل في الموضوع الاستابيليتي. تمام. ما في أي شيء جديد. أوكي. هسا ال thixotropic impression thixotropic polyether مشكلتها يعني إنه دائما بدنا
فاست يعني نحكي فاست لودينج للبولي ايثر عشان يصير فيه الموضوع اللي يكون ليكويد ويفوت انسايد ذا اندر كاتس ويفوت انسايد ذا جابس انسايد ذا بيشنتس ماوث. فالثيكسوتروبيك اذا متذكرين من محاضرتين الاولانيات حكينا الثيكسوتروبيك يعني يعني الثيكسوتروبيك صفه في الامبريشن ماتيريال انه اذا في عندي لود عالي على الامبريشن ماتيريال فهي بتصير يعني ايش فلويد، بينما اذا كانت لود تاعها كثير قليل فراح تكون الماتيريال ريجيد ما راح نقدر نفوتها انسايد اندر كاتس. فهي بدها يعني دفعه نحكي او لما تحطها انسايد بيشنتس ما تحطها بقوه على اساس تصير الماده فلويد وتصير فيها فلويديتي. فهاي مشكله للبولي ايثر يعني من المشاكل اللي حبنا ننتبه عليها ونركز عليها عشان هي مهمه في الصفات اللي راح نحكي عنها لقدام او الامبريشن تكنيك اللي راح نحكي عنه لقدام. هسه السيليكون زي ما حكيت عندنا تو تايبس سي سيليكون اند اي سيليكون، سي من الكوندنسيشن والاي من الاديشن. كوندنسيشن سيليكون ليش اسمه كوندنسيشن سيليكون؟ لانه عنده باي برودكتس كوندنسيشن سيليكون فيصير عليه كوندنسيشن رياكشن، والكوندنسيشن رياكشن دائما بيطلع باي برودكت سواء كان هذا الباي برودكت ووتر او غيره. اديشنال سيليكون الحلو فيه انه ما في باي برودكت، فبنتوقع انه كستابيليتي كتمشنال ستابيليتي يكون احسن الاديشنال سيليكون. هسه ما في اي شيء ممكن نفوت فيه. تمام. هسه كله يعني اللي حكينا عنه. هسا بالاضافه لحكينا البولي ايثر بيطلع معانا الماده الكحوليه بتطلع از باي برودكت. هذا طبعا حكي مش مكتوب هنا، مكتوب في الكتاب، فيعني هذه اضافه نقدر نعتبرها. لكن المشكله في كمان الكوندنسيشن سيليكون ان الباي برودكت برضه تاعه فولاتايل ماتيريال، يعني هي ماده بتتطاير. ف عشان هيك هو في عنده هاي بوليمرايزيشن شرينكج. هاي المشكله الاساسيه في كوندنسيشن سيليكون كوز ذا باي برودكت ويتش از ايثيل الكحول از ويتش از فولاتايل. فاحنا يعني فوق ما انها باي برودكت ما بنقدر تو كابتشر ات، يعني ما بنقدر نشوف هل هسه صار في عندي يعني بوليمرايزيشن شرينكج ولا لا، لانه يعني باقي المواد الباي برودكت تاعتها ووتر. فبنقدر نوعا ما نحس انه هسه صار في عندي شرينكج، فبقدر اني يعني استعمل طرق معينه لحتى اتفادى هاي الماده. لكن هنا مشكلتها الاساسيه انها فولاتايل باي برودكت، فهاي بتعمل لي مشاكل كثيره لقدام. هذا يعني مهم تعرفوا عنه، لكن الباقي كله حفظ صراحه ما في اي شيء ممكن تفوت فيه. هسه في عندي اكثر من نوع للامبريشن تكنيكس عشان كيف نعمل مانيبيوليشن للامبريشن ماتيريالز. اول نوع اللي هو الهاند ميكسينج. هاند ميكسينج يعني انا بدي امسك التيوبس، يعني مثلا اذا كان في عندي بولي ايثر التيوب تاع الكاتاليست والتيوب تاع البيس بحطهم على الجلاس سلاب زي هيك، تمام، بحطهم ايكوال لينث لانه انا بدي ريشيو 1 تو 1. بعدين ببلش اخلطهم بسباتولا، هاي السباتولا ببلش اخلطهم من فوق لتحت من فوق لتحت من فوق لتحت عشان اضمن انه كل الباودر كل قصدي البيس والكاتاليست كلهم ينخلطوا مع بعض، تمام، ما يكون في عندي ماده يعني في قاع الميكسينج هذا. فبدي كل البيس والكاتاليست نخلطه مع بعض. هذا الهاند ميكسينج في العاده بنستخدمه لزنك اوكسيد جينول، لكن لما نصير في عندي مواد فيها ثيكنس او كونسيست او فيسكوسيتي عاليه يبطل الهاند ميكسينج يعني افيشنت، فبلجأ الى طرق اخرى. والطريقه الاخرى اللي هي الستاتيك ميكسينج، يعني في عندي جان بحط البيس والكاتاليست تو تيوبس انسايد ذس جان، وبعدين بحط هاي السرنج بحطها على بتوين ذس تيوبس. فهي نوعا ما يعني اللي كيف المعجون الاسنان كيف في عندي تو ماتيريال جواته، واحده تطلع الماتيريال من هنا والثانيه بتطلع ماتيريال من هون، فبنخلطه كلهم بذس سرنج. والسرنج هاي اذا مدققين في عندي زي البولز بتوين او هيك سيريتد سرنج، يعني هي مش دغري الماتيريال بتقدر تطلع منها بشكل ستريت، لا بتطلع از يعني ايش زيجزاج موشن. فهاي زيجزاج موشن بتحافظ لي على
انه يصير في عندي يعني خلط ميكسينج بشكل ممتاز، وبتضمن انه الريشيو تكون ممتازه. يعني احنا في الهاند ميكسينج مرات ممكن البيس يضل منه شوي مش مخلوط، يعني احنا ما بنقدر نكون متاكدين انه كل البيس انخرط مع كل الكاتاليست، الا ما يضل شوي هنا او هون او هون او شويه سبوتس هون ولا هون ولا هون. بينما في الستاتيك ميكسينج لا، احنا انا بضمن انه كل البيس انخرط مع كل الكاتاليست، فهذا بيعطيني يعني جود هوموجينس ماتيريال every time. تمام. هسه دايناميك ميكانيكال ميكسينج زي الجن، لكن فرق انه هنا بدل ما احنا الجن احنا طبعا بنضغط على هذه التيوب وبعدين بيطلع معنا الماتيريال، لكن هنا كل الشغله عم بتصير يعني بالماشين. فانا بستخدمها للمواد اللي في العاده بتكون heavy and medium body silicon، فيها viscosity اعلى بزياده، فانا بقدرش اني اضغط بالجن على مواد viscosity بتاعتهم كثير عاليه، لان هذا يعني صعب شوي، فالماشين بتعمل لي هذه العمليه. هسه الامبريشن تكنيكس، انه كيف نحط الامبريشن انسايد ذا بيشنتس ماوث، عندنا ثلاث طرق. المختلفات في انه كيف بنحط الماتيريالز مع بعض، لانه هي في العاده احنا ما بنحط امبريشن ماتيريال من نوعيه واحده، خصوصا في الايدنشلس، في البارتشل ايدنشلس بيشنت اللي عندهم اسنان وعندهم سوفت تشو، في العاده بنستخدم اكثر من ماتيريال. فكيف نحط الماتيريالز مع بعض، هاي هي اللي راح تعطيني اكثر من طريقه. ف مالتيبل ميكس تكنيك، لما تكون المادتين اللي عم بحطهم مخالفات لبعض في الفيسكوسيتي، لكن انا بدي اياهم يعملوا سيتنج مع بعض. يعني مثلا بجيب تو فيسكوسيتي، بجيب تو ماتيريال كل واحده لها فيسكوسيتي لحال او فيسكوسيتي يعني مختلف عن الثاني، مثلا ميديوم بودي سيليكون اند اكسترا لايت بودي، الثنتين عندهم فيسكوسيتيز مختلفات عن بعض. شو بعمل؟ بجيب السرنج بحط فيها الاكسترا لايت بودي، والهدف من هذا الموضوع هي زي ما شفت هاي الصوره، الاكسترا لايت بودي بحطها على الاسنان اللي انا بدي اخذ لهم امبريشن. وفي العاده احنا بنعمل هاي الحركه لما نعمل الكراون في العاده بحف الاسنان عشان احط اركب عليهم الكراون. فاللايت بودي سيليكون بحطه على الاسنان المحفوفه، تمام، بصبه زي ما احنا شايفين بالسرنج هاي كيف صب على الاسنان، وبعدين الهيفي ميديوم بادي سيليكون بخلي النيرس تاعتي تخلطه وتحطه على التري، تمام، وبعدين تحطه على التري، بعدين انا بكون اوريدي حاطط ايش اللايت بادي سيليكون على الاسنان، باخذ التري وبعدين قبل ما اللايت بادي يصير له سيتنج، طبعا على السريع بتكون الشغله، بحط اللايت بادي بعدين بحط الميديوم بادي عليه، فالنتاج معي زي هيك، هي هذا اللايت بادي الاصفر وهذا الميديوم بادي الاخضر. ف صفينا شو؟ انه انا في عندي تو ماتيريالز كل واحد لها فيسكوسيتي وصار لهم، وبعدين خلص بستناهم يصير في سيتنج للثنتين مع بعض. فهيك احنا صار سيتنج مع بعض لكن تو ديفرنت فيسكوسيتيز. هسه في عندي الطريقه الثانيه اللي هم مادتين متشابهات مع بعض، يعني بدي استخدم مادتين عندهم مثلا ميديوم فيسكوسيتي، يعني زي البولي ايثر اند ميديوم بودي سيليكون، تمام، نفس الشيء بحط التو ماتيريال. اول شيء بحط الماتيريال الاولى مثلا هون البولي ايثر بحطها انسايد السيرنج، والبولي ايثر حكينا انه خاصيتها تكسوتروبيك، يعني لما تتعرض لضغط راح تصير فلوبل، فهذا انا بستفيد من هاي الخاصيه في البولي ايثر وبحطها انسايد السيرنج، بضغط عليها فبتصير فلوبل، فبحط البولي ايثر على الاسنان وبعدين بخلي النيرس تعمل لي تخلط الماده الثانيه ميديوم بادي سيليكون مثلا على التري، وبعدين بصبها وبحط الامبريشن. فهيك انا مادتين متشابهات في الفيسكوسيتي وعملت لهم سيتنج مع بعض. طبعا بدي اركز هون انه احنا بدنا يكون السيتنج تو ماتيريال مع بعض، يعني بحط البولي ايثر ومباشره بحط بعديها الايش، بحط بعديها الميديوم بادي سيليكون. هسه الطريقه الثالثه مادتين مخالفات بغير وقت، يعني انه عندي تو ماتيريال كل واحده لها فيسكوسيتي مختلفه عن الثانيه، وكل واحده يعني بدي اياها يصير لها سيتنج لحال. يعني نرجع كمان لنفس المثال، مثلا اذا بدي استخدم ميديوم بادي سيليكون اند لايت بادي سيليكون، تمام، اللايت بادي بصبه على الاسنان بعدين بستنى انه يصير له سيتنج، قصدي اول شيء لا الميديوم بادي بحطه انسايد تري وباخذ فيه امبريشن، تمام. الان بعد ما اخذت امبريشن باللايت بادي بالميديوم بادي عن طريق التري، بفك التري
وفي الانسايد بالتري بصب اللايت بادي جوا الاندنتيشن هذول الاماكن الاسنان جوا الامبريشن، يعني بصب اللايت بادي جوا الامبريشن وبعدين برجع الامبريشن جوا البيشنتس ماوث، فهيك الامبريشن عم تاخذ لي شكل الاسنان باللايت بادي. يعني الميديوم بادي اخذنا فيه ايش بالبدايه واستنى يصير عليه سيتنج واستنيناه ينشف، بعدين حطينا اللايت بادي انسايد ذا يعني مكان الاسنان، بعدين رجعنا اخذنا الامبريشن كمان مره. فهيك انا بستفيد من خاصيتين، خاصيه الميديوم بادي وخاصيه الايش اللايت بادي. فهنا which is the medium body or light body you syringe it around your prep اللي هم الاسنان يعني and then you reinsert the material the tray with the set body over the impression so you have two impression or viscosities at two different times. استنينا الميديوم بادي ينشف بعدين حطينا اللايت بادي وعملنا فيه impression واستنيناه لينشف. هسا بحكي لنا هون انه معظم الاحيان احنا بنستخدم البادي واش، يعني البادي واش هاي بنسميها هي الطريقه الثالثه انه استخدمت كل ماتيريال بوقت لحال للريبير ميكانيزم. يعني في حال انت مثلا صبيت الامبريشن بميديوم بادي بعدين لاحظت انه في عندك مثلا منطقه كانت في عندها ديفكت يعني ما حطيت فيها امبريشن ماتيريال كفايه، فهنا بحكي لك انه ممكن انت تقص المكان اللي صار فيه عليه ديفكت وبعدين بتعمل عليه الباتي واش تكنيك، بتحط ميديوم بادي سيليكون وبتاخذ الامبريشن وبعدين بتحط انسايد ذس امبريشن بتستنى عليه ينشف طبعا، بعدين بتحط انسايد ذس امبريشن لايت بادي سيليكون بعدين بتاخذ فيها امبريشن كمان مره. فهي زي ما نحكي انها بتستخدمها كريبير ميكانيزم للديفكتس اللي ممكن تطلع معك. يعني هاي موستلي كل الشغلات اللي بنحتاج لشرح في المحاضره. ما في اسئله سنوات لانه الدكتور اول مره يدرسكم، اول مره يدرس يعني دكتور محمد بستاني، فلذلك يعني ما في اسئله سنوات. إذا في أي سؤال يعني تفضل على الكومنتات ويعطيكم العافية.